السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء، طلابي المستوى الثالث بكلية العلاج الطبيعي جامعة بنها، أهلا ومرحبا بحضراتكم في محاضرتنا في مقرر Scientific Thinking Course. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المحاضرة السابعة، هنكمل مع بعض الـ Scientific Methods أو الطريقة العلمية which we use when we solve a problem or discover any problem knowledge. الطريقة العلمية اللي بنستخدمها علشان نحل بيها أي مشكلة علمية بتقابلنا أو نكتشف بيها معرفة علمية جديدة. هنتكلم النهاردة عن statistical significance. statistical significance بمعنى الدلالة الإحصائية. يعني إيه كلمة الدلالة الإحصائية؟ scientists verify whether their result are statistically significant by performance or performing statistical هايبوثيس تيستينج. يعني العلماء دايما بيحاولوا يتحققوا ان النتائج بتاعتهم ليها دلالة احصائية او اهمية احصائية من خلال اداء اختبار احصائي للفرد او اختبار الفرد الاحصائي. يبقى النهاردة هنتكلم عن statistical significance، الدلالة الاحصائية. العلماء scientists verify whether their result or relationship or statistically significant by performing statistical hypothesis testing. يعني بنحاول العلماء بيحاولوا يتحققوا النتائج بتاعتهم لها دلالة إحصائية ولا لا. طب أنا أتحقق إزاي أنا عندي دلالة إحصائية ولا لا؟ بعمل testing. testing ليه؟ مين؟ statistical hypothesis. بعمل اختبار لفرض إحصائي. بعمل الاختبار لفرض الإحصائي ده ليه؟ عشان أعرف هو له statistically significant، يعني له دلالة إحصائية ولا لا. طيب how can we do this test؟ this test consisted in testing whether there is relationship between cause and effect. بمعنى أنا بعمل اختبار للفرد الإحصائي علشان أعرف هل هناك relationship، أنا عندي علاقة between cause and effect، عندي علاقة ما بين السبب والنتيجة أو التأثير. When statistic is shown to be significant، لما بتكون الدلالة الإحصائية بتوضح إن لها أهمية أو دلالة إحصائية، it means that a difference or relationship existing between the cause and effect. تاني، أنا بعمل تجربة علمية بحتاج فيها أعرف scientific or significance. أنهي significance، أنهي دلالة statistical، بعرف الدلالة الإحصائية. How can we do that؟ إحنا ممكن نعمل ده by testing statistical hypothesis. أنا ممكن أتعرف على الدلالة الإحصائية من خلال اختبار لفرض إحصائي. طيب أنا بعمل الاختبار لفرض الإحصائي ليه؟ بعمله الأول، بعمله من خلال تيست. التيست ده بيوضح لي there is relationship or not. أنا بعرف أنا ليا في علاقة موجودة ولا لا. Is the effect there is relationship between cause and effect that is meaning that is significant or statistical significance. لما الاقي في علاقه ما بين الكوز السبب and effect النتيجه بقول ان في دلاله احصائيه. Or there are difference between them، لو انا عندي فروق ما بين الدرجات عندي او القيم عندي، يبقى انا عندي statistical significance، يبقى انا عندي دلاله احصائيه. statistical significance difference or significance difference، الفروق or الدلالة الإحصائية can be large or small. تاني، أنا عملت اختبار، من الاختبار قال لي في أهمية إحصائية أو في دلالة إحصائية ولا لا. لو أنا عندي دلالة إحصائية that is meaning there is relationship between cause and effect or there are difference between them. لما بيقول لي الاختبار بتاعي ان في دلالة احصائية، معنى كده ان في relationship، في علاقة ما بين الكوز والإفكت، او في فروق في الدرجات اللي انا او القيم اللي انا حصلت عليها. طيب السيجنيفيكانت statistical significance لها قيمة واحدة؟ لا، statistical significance ممكن تكون القيم عندنا large or small. By what depend on the small or big size of sample. The sample size different between the significant difference. Significance differences depend on
the sample size. معنى كده ان الدلالة الإحصائية بتعتمد على حجم العينة. الدلالة الإحصائية بتعتمد على حجم من العينة، ومن حيث كده انا بعرف الفروق بتاعتي هتكون كبيرة ولا هتكون صغيرة. طيب برضو هنعرف الـ significance relationship، العلاقات ذو الدلالة الإحصائية can be strong or weak. الدلالة الإحصائية بتاعتي أو العلاقة، إحنا قلنا الدلالة الإحصائية بتوضح لي في differences وفي relationship. relationship or differences بتختلف. differences can be small or large. الفرق في الدلالة الإحصائية ممكن يكون كبير أو صغير. يعني أنا مثلا طبقت دواء أو علاج على عينة عندي، في فروق، عينة خدت العلاج وعينة مخدتش العلاج، مجموعة من المرضى خدوا العلاج ومجموعة لم يحصلوا على العلاج، وبعد كده عملت اختبار للفرد الإحصائي ما بينهم، فرضا قلت يوجد دلالة إحصائية بين قيم الشفاء في المجموعة واحد والمجموعة اثنين لصالح المجموعة واحد، أنا بتحقق من الفرد الإحصائي ده من خلال الدلالة الإحصائية، القيمة الفروق الـ differences between them can be large can be small، ممكن تكون الفروق ما بينهم كبيرة أو صغيرة. depend on what؟ depend on sample size. كبيرة أو صغيرة بتعتمد على حجم العينة. number 2 significance relationship، العلاقات ذو الدلالة الإحصائية. العلاقات ذو الدلالة الإحصائية ممكن تكون الـ relation بتاعتي strong or weak. لما أقيس الاختبار الفرد الإحصائي بتاعي هيديني إن في علاقة عندي ما بين الكوز والإفكت. هو الدلالة الإحصائية قالت لي إن في علاقة ما بين الكوز والإفكت. طيب العلاقة دي لها قيمة واحدة؟ لا، في مدى للإيه؟ للريليشن شيب. مي بي سترونج، ممكن تكون الريليشن شيب بين الكوز والإفكت سترونج، أور مي بي ويك، ضعيفة. It is important to evaluate their strengths. يعني انا لما يكون عندي ريليشن شيب لازم احدد الريليشن شيب دي قويه سترونج اور ويك، ضعيفه. يبقى لحد دلوقتي اتعرفنا على السيجنيفيكانت، الاهميه، statistical significance، الاهميه الاحصائيه. هنتنقل لنقطه جديده، ذا سكند ستيب، اكسبيرمنت ديزاين. اكسبيرمنت ديزاين يعني التصميم التجريبي، تصميم التجربه اللي انا بعمله. A well designed experiment should anticipate and resolve any issue suggested by the following question. لو انا عامله well defined or well designed experiment، لو انا عامله تجربه مصممه بشكل جيد، المفروض تحل لي المشكلات دي او ما تقابليش القضايا اللي هنتكلم عنها. هنتكلم عن 4 issues، اربع قضايا. number 1 can the possibility of a false confirmation or a false reject be ruled out? What is the meaning of that? Can be the possibility of false confirmation or false reject. False confirmation يعني تأكيد كاذب، or false rejection يعني رفض كاذب. يعني ايه كلمة تأكيد كاذب او رفض كاذب؟ احنا اتفقنا اللي احنا عملنا فرض احصائي، يا اما بأكد ان الفرض صحيح، يعني الفرض بعمل اختبار احصائي له وبتأكد ان في علاقة قوية او وجود علاقة، يا اما برفض العلاقة. بأكد الفرض بتاعي، ممكن التأكيد بتاعي يكون تأكيد خاطئ false confirmation، او اللي انا برفض الفرض الاحصائي بتاعي. يعني ايه برفض الفرض الاحصائي؟ فرضا الفرض الاحصائي بتاعي بيقول لي لا توجد علاقه ذو دلاله احصائيه بين any cause or any effect، بيقول لي ما فيش علاقه قويه ما بينهم، ما فيش علاقه ذو دلاله احصائيه، يعني انا رفضت الفرض. ممكن يكون الرفض بتاعي false rejection، يعني الفرض بتاعي انا رفضته، الرفض بتاعي يكون كاذب او التاكيد بتاعي يكون كاذب. How can I resolve it؟ ازاي اتغلب على فكرة ان يكون عندي false confirmation or false rejection؟ when irrelevant factors not connected. يعني ايه factor not connected to the claim at issue؟ انا ممكن اعتمد على factors، عوامل ملهاش علاقة بالحدث بتاعي or بالإفكت بتاعتي، وبحسب من خلالها الدلالة الإحصائية. يعني ايه الكلام ده؟ انا التست بتاعي lead to incorrect result if I depend on
false factors or factors not connected to the issue, not connected to the to at issue, aren't controlled for during experiment. That is meaning the test lead to incorrect result and thus to false confirmation or rejection. يعني ايه الكلام ده؟ يا اما انا بعتمد على بعض العوامل او بغفل عوامل انا ما بعملهاش تحكم او ضبط. لو تفتكروا المثال اللي قلناه في السيشن اللي قبل ده، لو انا عندي عينتين انا عايزه اجرب عليهم علاج جديد، لقاح جديد، علاج جديد، وعايزه اجربه ما بين العينتين علشان اقول ان بس التاثير اللي نتج الافكت بتاعي فور اونلي كوز لسبب واحد، لازم كل العوامل اللي ممكن تاثر على النتائج اتحكم فيها. طيب ازاي بعمل كنترول تو اني فاكتورز ان المجموعتين اللي انا بقارن ما بينهم تكون نفس الايه العوامل، يعني نفس المرحله العمريه، نفس الحاله الصحيه. يعني ايه نفس الحاله الصحيه؟ ما ينفعش اقارن علاج ما بين مجموعتين، مجموعه عندهم بس نفس المرض اللي انا بقيس العلاج له والمجموعه الثانيه عندها اكتر من مرض، ما يمكن المرض الثاني هو اللي اثر على النتيجه. يبقى لازم اعمل كنترول فور اني فاكتورز، بعمل تحكم او ضبط لكل العوامل اللي ممكن تاثر على نتيجتي. If I do that, if I do that, that is meaning factors are not connected to the climate issue are not controlled. لو أنا ما عملتش ضبط لكل العوامل I will have incorrect result، هحصل على نتائج غير صحيحة. أنا عشان أحصل على نتائج صحيحة لازم أعمل ضبط لكل العناصر أو العوامل اللي بتأثر عندي عشان النتيجة بتاعتي تكون صحيحة. طيب لو انا ما عملتش ضبط الفور اني فاكتورز ايه اللي هيحصل عندي؟ هيحصل عندي فولس كونفيرميشن، هيحصل عندي فولس ريجكشن، يا اما ده يا اما ده. تعالوا نتعرف مع بعض على الفولس كونفيرميشن. فولس كونفيرميشن ذات از مينينج التاكيد الخاطئ، يعني انا اكدت صحه الفرض الاحصائي بتاعي، اكدت ان فيه دلاله احصائيه ولكن التاكيد بتاعي كان خاطئ. means that the result confirm there is a relationship between the cause and effect under security. يعني انا باكد ان في علاقه قويه ما بين الكوز والافكت، بس التاكيد بتاعي ده false confirmation، التاكيد بتاعي تاكيد خاطئ. طيب التاكيد الخاطئ بتاعي ده امتى؟ when in fact this relationship is in existence. تعالوا ناخد اكزامبل معانا. the fire alarm goes off in a building. لقيت انذار الحرائق بيرن في المبنى بتاعي. indicated there is a fire، يعني انا هستنتج ان في، انا سمعت صوت الجرس الانذار، جرس انذار على طول هنفكر ان في ايه، في حريقه. يعني انا من خلال الاجراء ده انا هعمل ريليشن شيب بتوين ان في حريقه عندي، ان السبب بتاعها كان، او سوري، ان الجرس بتاعي الانذار يبقى السبب بتاعي ان كان في حريقه. طيب however when firefighters arrive at the building to extinguish the fire، يعني اثناء اللي انا عملت كده no fire is found، انا اكدت الحدث بتاعي، اكدت العلاقه القويه ما بين المثير or cause and effect، قلت اللي انا عندي حريقه عشان كده حصل انذار، وفي النهايه ما لقيتش عندي حريقه، امال ايه السبب؟ فرضا كان في سيجار او اي لهب قريب من جهاز الانذار، اللي نتج عندي الفاكت اللي انا قست عليها الريليشن شيب كانت خاطئه، فبالتالي حصل عندي فولس كونفيرميشن. طيب لو بنتكلم عن الفولس ريجكشن، فولس ريجكشن means the result reject the relationship between the cause and the effect under security. يعني ايه الكلام ده؟ الفولس ريجكشن يعني انا بعمل رفض خطا للدلاله الاحصائيه او للفرض الاحصائي اللي انا عملته. يعني انا حددت فرض احصائي say there is a relationship statistical significance between the cause and effect any cause or any effect، انا قلت ان في فرق او في علاقه ذات دلاله احصائيه ما بين السبب بتاعي والنتيجه، وفي النهايه بعد الدراسه اكتشفت ان الرفض ده، رفضت الهدف بتاعي او رفضت الفرض الاحصائي سوري بتاعي، الرفض بتاعي اصبح false rejection، اصبح خطا او رفض خاطئ بالنسبه لي. ليه رفض خاطئ؟ when in fact this relationship does exist.
يعني الحقائق اللي انا من المفروض اعتمد عليها لازم تكون موجودة عشان ابني الخطأ بتاعي او الرفض بتاعي. The second issue، تاني قضية معانا الـ calm at issue، conceptually clear. يعني ايه الكلام ده؟ انا لما بكون بعمل اجراء فرض احصائي وبكتشف الـ significant او statistical significance، الاهمية او الدلالة الاحصائية له، لازم تكون عندي الكونسبت اللي انا بستخدمها كلير، واضحة. اي مفهوم انا بعتمد عليه علشان اقيس الدلالة لازم يكون بالنسبة لي واضح. بالنسبة لي واضح عشان لما يكون عندي ادعاء لازم يكون مدعم بحقيقة علمية او بمفاهيم واضحة، فاقدر اوصل منه للمطالبة اللي انا اقدمها، الحدود اللي انا بستخدمها. The verger, the claim, the herder is to rule out the possibility of a false rejection or communication. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا المفاهيم اللي انا داخله بيها او الادعاء اللي انا داخله بيه غير واضح او صريح بشكل واضح معايا، يبقى في الحاله دي ممكن ياثر معايا اللي انا اوصل منه لفولس كونفيرميشن، اللي انا اوصل منه لفولس ريجكشن. يعني انا لازم اوضح الكلمه بتاعتي، لازم اوضح الكونسبت اللي انا داخل بيه علشان اقدر احدد العلاقه ما بينه. لو هو غير واضح unclear، اللي هيحصل عندي مي بي فولس كونفيرميشن، مي بي فولس ريجكشن. لو انا المفهوم بتاعي غير واضح ممكن احصل على تاكيد خطا او احصل على رفض خاطئ. يبقى انا المفروض provide simple and precise definitions. يعني ايه؟ لازم اقدم التعريفات بتاعتي of the claim. لما يكون عندي ادعاء اقدم له تعريف، والتعريف بتاعي يكون مختصر بسيط وواضح ودقيق، بحيث ان ما يكونش فيه نسبة خطأ، ونسبة الخطأ في الفهم تأثر معايا في النتيجة بتاعتي او في قياس الدلالة الاحصائية. طيب ناخد مع بعض the third issue او القضية التالتة. Is the difference between predictive success and failure clearly specified؟ يعني ايه الكلام ده؟ هل في الفرق واضح ما بين النجاح او الاخفاق التنبؤي؟ It is necessary to design a test leading to a prediction. يعني ايه؟ من الضروري ان انا لما انشئ اختبار، الاختبار ده بيقودني للتنبؤ، يعني يكون سهل من خلال الاختبار اللي انا عملته اللي انا اتنبأ بالنتائج. That is clearly spit out the difference between success and failure. يعني ان التنبؤ بتاعي او الاختبار بتاعي يكون واضح ما بين الفروق ما بين النجاح والاخفاق، يكون الفواصل ما بينهم او الفرق ما بينهم بالنسبة لي واضح، واقدر اتنبأ بالسكسس او الفيلر، اقدر اتنبأ ب النجاح، نجاح القيمة أو الهدف أو الأهمية الإحصائية اللي أنا بعبر عنها، أو الإخفاق المستقبلي. The fourth issue أو القضية الرابعة، have controls been imposed to eliminate the influence of experimental or experimental subject expectation. يعني إيه الكلام ده؟ اللي بيجري التجربة، المختبر، العالم اللي بيعمل لي التجربة أو موضوع التجربة نفسه، has expectation no result might arise. A solution to the base in an experiment in which neither the experimenter nor experimental subject is aware at group experimental or control to which the subject belongs. لازم يكون عندي experimental group و control group، وان اللي بيطبق لي الاختبار بتاعي يكون واضح بالنسبة له المجموعة الضبطة والمجموعة التجريبية، وحدد الفاكتورز اللي انا هقيس عليها واللي انا هعتمد عليها. بكده النهاردة اتكلمنا عن statistical significance، الدلالة الاحصائية. How can I resolve any problem or issue in statistical significance in four issues. بأمر الله المحاضرة الجاية هنكمل مع بعض new chapter critical thinking. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.